عليكم. أولاً كنشكروا ويسلام نيوز على المبادرة، كنرحبوا بكم في كلية الآداب والعلوم الإنسانية مولاي إسماعيل مكناس. كما تتعرفوا فيما يخص الامتحانات جات في واحد الظروف استثنائية. كنعرفوا أن هذه الامتحانات جات في الظروف ديال كوفيد 19، وبالتالي أن الامتحان واخا نقولوا عادي كيبقى ماشي عادي. علاش؟ لحقاش كاين مجموعة ديال الإكراهات. أولاً فيما يخص غادي نهضر هنا على شقين على الأقل. فيما يخص الشق الأول، الامتحانات كانت واحد الاستعدادات كبيرة وواحد المجهودات كبيرة من طرف لا الرئاسة ولا الإدارة ولا العمادة ولا الأساتذة، وهاد الاستعدادات اللي طلبات واحد المجهود كبير وكبير بزاف من طرف الأساتذة باش يوفروا للطلبة واحد الظروف ملائمة، ظروف اللي غتسهل عليهم يجتازوا امتحان في واحد ظرفية عادية. الضغط بالطبع كان كبير لا على الأساتذة ولا على الطلبة بخصوص الجانب النفساني والجانب الصحي، ولكن على العموم امتحان كامر في واحد الظروف يمكن نقولوا مزيانة، ظروف ناجحة. هناك ارتياح لا من طرف الأساتذة ولا من طرف الطلبة. كيبقى امتحان جزء لا يتجزأ من عملية التعليم والتعلم، ورغم أن الدراسة ما يخص الجانب البيداغوجي كانت عن طريق التعليم عن بعد، ولكن الارتصامات ديال الطلبة على العموم كانت ارتصامات إيجابية. وكنتمناو النجاح للجميع، وكنتمناو أن هذه العملية تكون ناجحة، ونتمناو أنه تدوز في ظروف صحية. السلام عليكم، معكم سعيد العيساوي، طالب جامعة مولاي إسماعيل شعبة الدراسات الإنجليزية. حنا اليوم في نهار ديال الامتحان، هذا اليوم الأول بالنسبة لنا حنا الطلبة ديال السنة الثانية. الحمد لله الأجواء زوينة ديال الامتحان نظرا لهذا الوباء هذا اللي كاين وهادشي هذا، بصح كلشي داكشي تبارك الله منظم، تبارك الله عليهم. الجامعة ديالنا دارت واحد الخدمة اللي زوينة، يعني التعقيمات كاينين قدام الباب كيعبروا لنا الحرارة باش كندخلوا، كاين التباعد، كاين كلشي. وبالنسبة للامتحان في المتناول، هاد المادة اللي دوزنا دابا صراحة اللي كان بريباري غير شي شوية، غير شي شوية ديال البريباراسيون وشوية ديال القراية غادي فاليدي بمونسيون، ماشي جاب نقطة عادية. يعني تبارك. السلام عليكم، اسم كوثر بوحتية، طالبة جامعية بمولاي إسماعيل شعبة الأدب الإنجليزي. اليوم كان عندنا أول نهار في الامتحانات، طبيعة الحال الأجواء دازت مختلفة بسبب الحالة اللي كتمر بها العالم كامل، ماشي غير الحالة اللي كتمر بها الدولة ديالنا، ولكن الحمد لله قدرنا أننا نتجاوزوها. اختلفت الطريقة ديال الحفاظة ديالنا ولا الطريقة ديال الامتحانات ديالنا هي اختلفت، ولكن الحمد لله كانت في المستوى. اليوم كنتواجدوا في الجامعة نظرا أننا عندنا أول يوم ديال الامتحانات. صراحة الامتحان كان في المتناول، اللي بريبار غادي يخدم مزيان، وكذلك حتى الالتزام بالتدابير الاحترازية ضد هذا الوباء هذا كاينة من الباب، وحنا داخلين محترمين القانون، بينوا الطلبة على واحد المستوى عالي ديال الوعي، كل شيء ملتزم، كل شيء تيتعقم في الباب، كل شيء كيعبروا له درجة الحرارة في الباب. فاش كندخلوا اللونفي ما كنستلموش بيناتنا، كنشيروا غير بعضياتنا من بعيد واخا ما تشوفناش مدة طويلة، ولكن كل شيء ملتزم الحمد لله. والامتحان كأول مادة دوزناها دازت على ما يرام، وكنتمنوا المواد كاملة اللي غادي تجي إن شاء الله تكون في المتناول ديالنا. وحاجة أخرى كنشكر جميع الأساتذة ديالنا على التعليم عن بعد وعلى داكشي اللي داروا معنا، الله يجازيهم بخير. السلام عليكم، معكم نجوى بسينة، طالبة في جامعة مولاي إسماعيل للأداب والعلوم الإنسانية. بالنسبة لأول يوم في ليزيكزام صراحة كان الحمد لله كاين الاحتياطات والتدابير الاحترازية لهذه الجائحة. فبالنسبة يعني فاش دخلنا كيعبروا لنا الحرارة، كاين التعقيم، كذلك تعقيم المدرجات في لي كلاس، والأساتذة ديالنا حتى هما يعني دايرين الاحتياطات ديالهم، كاين التباعد في المدرجات يعني.
كاين بزاف ديال التباعد بيناتنا حنا كطلبه. وبالنسبه للامتحان كيجاك كان في المتناول؟ الحمد لله، يعني اللي وجد شي حاجه راه غادي يحسد في الاخر. يعني كان التعليم عن بعد وكان كل شيء؟ كان كل شيء، كاينين دي سيت كيحطوا لنا فيهم بي دي اف، يعني كاين الحمد لله كل شيء. اسمي لي سعيد اسو، انا كنقرا في سلك الدكتوراه في يعني اللسانيه التطبيقيه في دراسات اللغه الانجليزيه. يعني كما كتشوفوا هاد الايام عندنا كوفيد 19، حرصت اليوم في الفتره الصباحيه واحد الموديل سميتو انتروداكشن تو لينغويستكس. يعني داكشي كان في ظروف ملائمه، يعني حتى الطلبه راه عارفين كفئه مثقفه ديال المجتمعات، يعني لا داعي تقول لهم زعما لبسوا لي ماسك ديالكم، راه حتى هما عارفين داكشي كامل. يعني وحتى فاش كيدوزوا الماده كيجيو الخدامات كيديروا التعقيم ديال الطاولات. يعني على العموم داكشي داز احترام ديال التدابير الوقائيه ضد هذا كوفيد 19. ايوا كنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله للطلبه، وحتى هما راه تفاهموا مع الوضعيه هذه في الظرفيه اللي صعيبه شويه. وحتى الطاقم التربوي راه تجند، الطاقم الاداري والتربوي كلشي تجند لهاد الامتحانات باش يدوزوا كل خير وسلام للطلبه وجميع المواطنين ان شاء الله.